GFX Academy. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معاكم أستاذ وليد المعداوي من GFX Academy.net، وتاني محاضرة لينا في الجزء التاني من التصميم بتاعنا أو من الكورس بتاعنا. هنخش على التصميم ونبدأ نقطع فيه، وأقول لك التقطيع بيبقى ازاي بطريقة سهلة وغير معقدة، وفي نفس الوقت بتوفر مجهود جامد جدا. تعال نحلل مع بعض طريقة التقطيع من هنا. أول حاجة، أداة التقطيع هي سلايس. لو ضغطت ضغطة طويلة هتلاقي سلايس وسلايس سيلكت تول. خلينا في سلايس تول دي اللي هنقطع بيها. أقطع بيها يعني إيه؟ يعني هاخد الصور دي هقطع منها، أو التصميم ده كله كصورة دلوقتي. يعني دلوقتي لو جيت قلت سيف فور ويب اند ديفايس، هتبص تلاقيه عندك في فين؟ أقول لك فين دلوقتي، في الوركينج فايلز المحاضرة التانية، وعندك هنا هتلاقي تمبلت وهتلاقي جي بي جي. دي طالعه طبعا كصوره واحده، لما تيجي تعمل على فوتوشوب اي حاجه بتطلع كصوره واحده. طيب انا عايز اقطعها دلوقتي عشان ابدا استغل كل قطعه من اللي انا هقطعها في دول في السي اس اس واقدر اظبطها. تعال بقى نشوف ايه الموضوع. كنترول زائد. زي ما انا شايف التصميم بتاعي في جريدينت، في تدرج لوني من فوق لتحت او من تحت لفوق، من الغامق الفاتح او من الفاتح الغامق. طيب تعال نشوف جزء الهيدر ده، هو فين اصلا؟ نسيت هو فين اساسا. خفينا اللوجو و تعال نشيل الجلو ده. عايزين بقى المنطقة دي كده نقطعها ازاي. بص يا سيدي، دلوقتي مش من المنطقي ان انا اخد دي كلها كده كصورة واحدة وبعدين احطها زي ما هي كده كصورة، بعدين اعمل لها امبورت داخل السي اس اس. تمام؟ مش منطقي. ليه؟ لان هي كبيرة قوي. دي لو انا طلعتها لوحدها كده، تعال نشوف تاني واحدة وضغط على دبل كليك، وخلينا نطلع دي مثلا باسم بانر مثلا كصورة واحدة كلها الجزء ده. وتعالى هنا ونقول سيف فور ويب اند ديفايس، ونخليها 72 زي ما الكتاب بيقول في الويب. ونخليها يا سيدي اول سلايسز، لا انا عايز اول يوزر سلايسز اللي انا قطعتها بس، وأخليها بانر. ماشي، تعال نشوف كده الحجم بتاعها ونقارن انا عملت ايه دلوقتي. عمل لك طبعا فولدر اسمه images. تمام، وحط لك دي كلها كايه كصورة واحدة. تعال نشوف هي 950 × 171، يبقى الطول بتاعها 171. السايز بتاعها كام؟ 6 كيلو 74. 6 كيلو 74، قول يا سيدي 6 كيلو ونص. تمام. طيب ارجع تاني كنترول زد. تعالى وانا قطعت بقى بطريقة اذكى من كده. لو انا جيت سلايس، قرب معايا كده، وتعالى بقى انا عايز بقول له خد لي دي بقى كده، الحته دي الصغيره قوي دي هصغر كمان، هصغر اكتر. يبقى انا قطعت حته صغيره قوي بحيث ان انا خدت التدرج اللوني كله، وبعد كده في الداخل السي اس اس هعمل لها ريبيت هوريزونتال. هتبص تلاقي فردت بقت بالمنظر ده كله. تمام، فهمت السيكونس ازاي؟ هاخد حته صغيره قوي واخليها ريبيت هوريزونتال عشان ما تعملش معايا مساحه. هنقول مثلا، خد بالك دي هتبقى مثلا ماشي، او ممكن بقى ممكن تعلي الكواليتي مش مشكله، ممكن 80 90 مفيش مشكله، ده هي صغيره جدا يعني. تعال نشوف الحجم فين بالبايت بقى، ده اقل من كيلو.
يبقى كده في اللودنج احسن كتير. حتى لو انا طلعت ديل 80 تمام، هتبقى احسن كتير كتير جدا جدا في البايت بتاعي. طيب خلينا بقى نقطع كله ونخلص التقطيع ونعمل اكسبورت لكله مع بعضه. الجزء بتاع اللوجو هخليه دلوقتي مش هاجي ناحيته، لان هستورد الصورة، هستورده كصورة واحطه في طبقة، في طبقة وفي طبقة، لير فوق البانر دي، يعني تبقى لوحدها تمام. طيب انا هعمل ايه تاني؟ هحتاج طبعا دي عشان فيها تدرج لوني فقطعتها بالشكل ده. اللي تحت دي سوليد ما فيهوش اي تدرج لوني خالص، هو لون واحد، وده هو لون واحد، فانا مش محتاج اقطع ده. ممكن ارمي كود باللون ده في السي اس اس يقوم يديني نفس الافكت بالظبط، وهنا وهنا وكل ده ما فيهوش اي مشكله. تخيل ان التصميم بتاعك اللي احنا عاملينه ده مش هنعمل فيه اي حاجه الا اللي انا عملتها دي. طب تعالى نظهر كله كده، هي اللي انا قطعتها دي بس، هي دي التصميم بكل سلاسه وكل سهوله. انا مش عايز اعقد عليك الموضوع، طبعا في تمبلتس كتير، بس انت لما تتقن الطريقه اللي احنا هنعملها هتتخش بقى في الشغل الصح بقى وتمبلتس اكتر. ويمكن الكورس بتاع جي اف اكس اكاديمي بتاع الويب في الكلام ده بالتفصيل بقى الممل، وفي حاجات ادفانسد قوي، فانا مش حابب اخش في الادفانسد قوي في الكورس ده، لان ده مش كورس سي اس اس اصلا ولا كورس ويب. هو الموضوع في اللي انا عايز حاجه معينه اني اركب التصميم واخليه حاجه كويسه داخل جملة. يبقى انا قطعت الحته دي بس. طيب هخش على سيف فور ويب، لازم في سيف فور ويب عشان يطلع لك اقل مساحه، وهنخليه 72 يلا، وهخليه هخلي ده باسمه بانر برضو، دبل كليك كده. تعال نشوف، هو طلع لي حته صغيره قوي حلوه قوي دي. طبعا دي مش عايزها خالص، انا عايز الايمجز وعايز الحته بقى هي صغيره. تخيل بقى دي معايا الويدث بتاعها قد ايه، 4 بكسل، 4 بكسل، او ممكن اخليه بكسل واحده كمان، انا عايز مساحه اقل، والطول بتاعي 170. طيب يبقى انا عملت الايمج بتاعتي بالشكل ده، حلو قوي. هعمل بقى عجيل، هاجي على هنقول كانت فولدر اسمه ويب، وهاخد الفولدر اللي اسمه الايمجز ده كنترول سي، واجي هنا كنترول في كريت واحد اسمه ايمجز، وهكريت كمان واحد اسمه سي اس اس، ممكن عشان اغلس شويه خلي اندر سكور تمام. كمان عملت واحد للايمجز، لا انا عايز بقى ده يكون بره، مش عايز ده خالص، يبقى الايمجز جواها على طول الصوره. واخلي اسمها، هاجي بقى على الدريم ويفر، افتح اي دريم ويفر من اول سي اس 5، عندك سي اس 5.5 او سي اس 6 مفيش اي مشكله، او سي اس 4 حتى مش هقول لك لا، هي نفس الانترفيس. هاجي على كرييت اتش تي ام ال واقول له كنترول اس سيف، وهحطه في نفس الباث بتاع ملفات في تاني مرحلة working files في الويب، وهسميه اندكس. اندكس دايما بتبقى اول صفحة، لو انت عندك كذا صفحة الويب بتاعك عبارة مثلا عن 5 6 صفحات وسميت واحدة فيهم اندكس ورفعتهم على السيرفر، الاندكس دي هي بتبقى رقم واحد على طول، او اول ما تخش الويب سايت تلاقيها قدامك على طول، هي الاندكس دي، فاوتوماتيك بيخليها السيرفر هي رقم واحد. وهقول له كنترول ان نيو، واقول له اعمل لي واحده سي اس اس، اقول له كرييت، واقول له كنترول اس داخل سي اس اس، واقول له
ستايل ستايل وهنا هيبقى طبعا CSS. اوكي تمام، ونربط بقى الاتنين ببعض. هنقول هنا في الأيقونة الصغيرة دي اتاش ستايل شيت، دبل كليك كده او كليك واحدة براوز، هقول له خد لي ده. اوكي لينك، اوكي يبقى ده الكود بتاع اللينك وسيف كده. انا عملت ايه؟ ظبطت حالي بقى عشان ابدا ابرمج في المحاضره الجايه. من الاول المحاضره الجايه على طول احط بقى الستايل شيت بتاعي وابدا اظبط التمبلت بتاعي. السلام عليكم.